ما قدرت تكون حقيقية بالرغم من النجومية الكبيرة اللي وصلت لها، وبقيت إنسانة بزمن صارت مفقودة فيه الإنسانية كمان. ليدي مادونا، لو قد ما حكينا عنها بيبقى قليل. أنا بدي أشكرك على هالطاقة الإيجابية، وبدي أشكرك على وجودك معنا حبيب. ونحن منقدر كتير مسيرتك الفنية. شكراً لإلك. وأنا بدي أتشكرك من كل قلبي على ذوقك واحترامك وتقديرك وهالبرنامج الرائع الحلو يلي عم بيضوي على كل الفنانين، إن كان اللي راحلوا أو كان موجودين لهم قيمة، على تقديركم لإله. وبتشكر المخرج اسمه رويل تايف وحبيبي راي، وبتشكر رالف معتو المنتج المنفذ. بتمنى لكم الصحة وطول العمر، كل الأكيب، الكاميرامان، الموسيقية، الحضور، الجمهور، وكل المكياج والكوافر والإعداد وكلهم. دومينيكو سنتيا كتير أنا عزبتهم، ميشيل ومين بعده، الكل مبسوطين جدا بوجودك معنا. بس نحن حابين انه الختام يكون باغنيه منك على المسرح. الكل وهي ام الكل، الالبي سي بيتك اهلا وسهلا فيك ساعتي. قاعده ومادة جاي وعم بتغنج، كل عمري بدي اقول لك شغله كثير مهمه. تفضلي. كل حياتي عشت مغنجه ومدلله، وراح ابقى مغنجه ومدلله لاخر يوم بحياتي. اكيد عن جد. وبيلبق لك. بشكر الله، وخصوصا بالالبي سي. وبيلبق لك. الختام رح يكون بأغنية خمسة منك مع الليدي مادونا. يلا.
ديفا حفيدة الليدي مادونا يلي ما قدرنا ما نكون عم نقص الجاتو من دون ما تكون ديفا موجودة. حلقة مليانة مفاجآت، وقبل ما اختم وودع المشاهدين بدي اقول لديفا. عمر وين؟ ديفا شو بدك تقولي لتيتا مادونا؟ انه على الميكرو، انه انا كثير بحبك وبفتخر فيك وكثير بفتخر انك ستي و ايه كثير بحبك حبيبتي. هيدي احلى طريقة لحتى نكون عم نختم فيها حلقة ذا ستيج. بدنا نشكر سيدو على هالكيكس الكتير حلوين للليدي مادونا. تصبحوا على ألف خير. ما بصدق شو عم بيصير شو هيدا.